ابتديت بالكابتن الكبير كابتن ياكن حسين، لازم يبقى اختم بالكابتن ياكن حسين. ايه قصه حفل زفاف الكابتن ياكن حسين؟ من القصص الحلوه والقصص الجميله. ما الحلوه. ايوه طبعا طبعا. عشان كان الحلوه. كابتن ياكن طبعا كان في فرح، كان عامل فرح بتاعه. كان متفق مع كابتن، مع استاذ عبد الحليم حافظ الله يرحمه، هو وصباح وتحيه كاريوكا ومجموعه فنانين تقال نجوم. فكانوا عاملين الفرح كان يوم الخميس. وجه كابتن ياكن راح قابل عبد الحليم حافظ، قال له الحق ده انا عندي سفر طيارتي الخميس. وانا لازم احيي الفرح بتاعك. لو خلي بالك ايه يا عبد الحليم حافظ الاهلاوي الكبير محب له، وكابتن ياكن حسين الرمز الكبير الزمالك، فشوف العلاقه اهلي بالظبط. فطلب انه ياجل، يقدم يعني يقدم اليوم الفرح بدل من يوم الخميس للاربعاء. طب هنعمل ايه؟ كابتن قال له انا وزعت الدعاوي والحاجات دي كلها ومش هقدر الحق. المهم قعد مين؟ فهمي عمر معاهم. راح فهمي عمر قال لهم انا عندي اقتراح، فاكر فيلم هذا الدواء لا تاخذه انه في سم مقاتل؟ لما قال في الاذاعه، راح طلع قال في الاذاعه، قال لك لقد تم تاجيل فرح الكابتن ياكن بدلا من يوم الخميس الى يوم الاربعاء في نادي الزمالك والكلام ده كله. المهم ده بقت الدعوه عامه، الدعوه بقت عامه. الناس كلها جت الفرح، وطبعا كان نجوم الاهلي في اول الصف طبعا. وكان اول من رقص معاهم كابتن رفعت الفناجيل الله يرحمه عادل هيكل. طبعا كانوا موجودين. طبعا الصور عندي صور، بس يعني يعني حاجات كتير لقطات للحاجات دي حلوه جدا. والفرح حصل تواجد جماهيري غير طبيعي في الفرح، واتعمل في نادي الزمالك. الفرح فرح جماهيري شعبي وقتها. ما هو عشان كده يعني انا عندي حتى الجرايد والحاجات المجلدات فرح اسطوري ياكن حسين كابتن هشام.